قرار ربنا هيحاسبك عليه محمد عادل بالموقف باللي انت سألته اللي انا مش هسألك تفاصيله، بريء ولا مخطئ في هذه المباراة؟ لا استنى بس عشان نفسر بقى، انت بتتكلم على اخطاء فنيه ولا بتتكلم على قصه الفار والتسريبات انا والكلام هو ده؟ عنده اخطاء فنية كتيرة، خلينا الاخطاء الفنيه دي بس سيبنا موجوده عند كل الناس، دي مش بنتناقش دي مش فيها. مشكلتنا. انا بتكلم الراجل ده قال ان في واقع كذا وراح ادى قرار عكسي ولا ما حصلش؟ لا محمد عادل ما يعملش كده، محمد عادل ما يعملش كده. لا سيبنا من محمد عادل ما يعملش كده، بس على حضرتك سؤال واضح، ما انا بقول لك انت حضرتك ده حصل ولا ما حصلش؟ ما انت ممكن تقول لي ما حصلش. انا ما كنتش موجود معاهم في الغرفه، انا ما كنتش موجود معاهم. امال مين اللي نساله حصل وما حصلش يا كابتن؟ ايه يعني مين اللي نساله؟ يعني مين اما عاوز عايز اشوف محمد عادل تعرف ده قالوا الماتش بريء ولا اللي كانوا موجودين في الغرفه كلهم يسمعوا، اللي كانوا قاعدين طبعا لان كلهم بيسمعوا. مفيش ولا واحد فيهم قال لحد حاجه. ما انا بقول لحضرتك لان هم في سماعات كله بيسمع. وانت يا كابتن ما اهتمتش تعرف الراجل ده بريء ولا لا؟ يعني ما اهتمتش تعرف الحديث ده ازاي حصل؟ لا انا متاكد ان محمد عادل بريء، محمد عادل بريء. من غير ما تسمع. انا بقول لك محمد عادل بريء. ماشي، ما انا بسال والله، انا بدور على الحقيقه بس. ما انا بقول لك محمد عادل بريء. ما اللي سرب يقدر يغير في الصوت، يقدر يعمل اي حاجه، ان لم تستحي فافعل ما شئت. يعني اللي رايح يعمل مشكله ده ولا بتاع، خلاص مش هتفرق معاه بقى يعمل الصوت ولا ما يعملش الصوت، القصه خلاص. المهم يطلع للراي العام ان في تسريب على حساب التحكيم المصري للاسف الشديد. هو المشكله كابتن الناس مش عارفه ان المنظومه كلها اتضرت. طبعا طبعا، مش المنظومه بس، الرياضه في مصر. لما يعني يتقال في تسريب، يا جماعه كلمه صعبه جدا. يعني ايه تسريب؟ يعني ايه تسريب؟ طب الكلام ده ما حصلش ليه قبل كده؟ احنا قاعدين 4 سنين ما فيش الكلام ده كله خالص. مش معنى وانت بتسمع التسريب حسيت بايه؟ ايه؟ حسيت بايه؟ ما سمعت الخبر يعني، حسيت بايه؟ عارف حسيت يعني، عارف الـ 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 الصدمه، صدمه بجد. عمري ما كنت اتخيل ان في حاجه زي كده تحصل ابدا. اخطاء موجوده في كل الدوريات وكل الحكام بتغلط، ايه المشكله؟ محمد لو غلط النهارده بكره بيرجع يتالق ويلعب وغيره وغيره وغيره.